توقعات الفلك مع مدام نجلة أباني. صرنا جاهزين لنسمعهم كلنا سوا. صباح خير يا مدام. صباحك خيرات يا رب. صباحك صباح الخير يا ميس شايسة. أوقاتك اشتقنا لك. وأنا أكثر. كل وحدة لحالها. كل وحدة لحالها. يسعد أوقاتكم، تضلوا دائما بخير وأيامكم سعيدة. اليوم 9 طبعا أيار، يعني 9/5 لآخر يوم عطارد متقدما في برج الجوزاء. ابتداء من بكرة رح يباشر تراجع في برج الجوزاء. العطارد هو كوكب السفر، الأوراق، المستندات، الكوكب اللي بيعمل أعطال بالأجهزة الكهربائية، بالموبايلات، بالاتصالات. لذلك كتير لازم ننتبه على هالقصة، خاصة أنه هو رح يكون أشد تأثيراً كونه ببيته، يعني بالجوزاء بيته وكوكبه الأساسي. فلذلك كتير لازم تنتبه على الأقل خلال 13 يوم الجايين، من 10 ل 23 لازم ننتبه على موبايلاتنا، أجهزتنا الكهربائية، يعني بشكل جدي أنا عم بحكي. طبعاً المريخ ما زال أيضاً متقدماً في برج الحوت، عامل نوع من أنواع المضايقات، هو وعطارد للعذراء للقوس أولاً، للجوزاء والحوت ثانياً. الزهرة ما زالت تتقدم في برج الحمل، يعني الأمور ما كتير كتير مريحة على الأقل الميزان والجدي على المستوى الشخصي، إضافة إلى برج السرطان. في شيء عائلي، في شيء شخصي، وفي شيء مهني مثل الجدي مثلا. اول اخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، اللي لسه الاخبار مطمئنه بالنسبه له، لسه عم تعرض حجج منطقيه، لسه عم تاثر على من حولك ومسموع الصوت. هلا انا بعتبر قادر تحسن مركزك مع الاخرين، بعملك، بعلاقاتك الشخصيه. وجود الزهره في برجك عم بيخلي الامور ايجابيه على المستوى العاطفي، على المستوى المالي. عندك شهر بياخد العقل، حاول تستفيد منه، خاصة هلأ ابتداء من بكرة. بعد بكرة رح ينضم كمان المشتري كوكب الحظوظ السعيدة إلى الزهرة الموجودة في الحمل. اثنيناتهم رح يصيروا في الحمل، حيخلي مواليد برج العذراء والقوس والجوزاء يتنفسوا قليلاً. مولود برج الثور، لسه عندك نوع من أنواع اليأس أو الإحباط. هو صار لك يومين ثلاثة بكركب، ما كتير مبسوط، مع أنه اليوم أنا بعتبره أفضل بكتير من اليومين الماضيين، بس لسه محتاج تكون أكثر هدوءاً في التعاطي مع الآخرين. في حدا عم يحبطك، عم بيأسك، عم بيضايقك. تميل ربما مولود برج الثور إلى فرض آرائك، أو بالحدود الدنيا ما أنا كتير بحالاتك الطبيعية. صحة نجدة؟ صحة يا مدام. ألف صحة. نذكر بالرقم ولا حافظينه؟ 1845. 1845 هو رقم لتفتحوا موبايلكم، تبعتوا SMS من أي خط داخل سوريا باسمكم مواليدكم كاملة، حتى مدام نجلة قباني تعطيكم حظوظكم. الجواب الجوزاء قال منين؟ لسه ما قالت. لا بس بالبداية قالت شيء عن الجوزاء. تراجع عطارد برج الجوزاء. خبطت على راسي. مو ناقصنا، مو ناقصنا. أنت وأنا بنتأثر على فكرة. طبعاً. هي كل الأبراج تتأثر معه، بس في شيء أكثر. نحن ببيته. يعني هو العذراء كوكبه الأساسي عطارد. والجوزاء كوكبه الأساسي عطارد، فيعتبر تراجع ببيته، فبصير أكثر تأثيراً. حلو. لبقى تجمعونا بحلقة واحدة. شكراً شكراً. أخبار اللي مولود برج الجوزاء، اللي اليوم عنده حنان داخلي، حساسية، الفترة ممتازة لعلاقات مع الآخرين، لتحمي ممتلكاتك، يمكن لتكون محب، لتوضع النقاط على الحروف، رغم أنه يعني خلص كل أمورك اليوم ولا تستنى لبكرة، اليومين اللي جايين ما حيكونوا كتير أفضل لك. لذلك إذا عندك قصة مهمة حابب تناقشها لتمتن علاقاتك بأصدقائك بالناس اللي بتحبهم، فاعملها اليوم ولا تأجلها بكرة. اليوم المولود برج السرطان هو اللي عم يتمتع بالرفاهية لمن حوله ويصرف أكثر مما يجب. حاول تحسب مصروفك ودخلك، لأن وجود المشتري والزهرة في برج الحمل ابتداء من بكرة. بعد بكرة طبعا الزهرة دخلت 2/5 يعني إذا بدك، بس بلشت تعمل عندك متطلبات إضافية غالبا العلاقة بالعائلة. مولود برج السرطان، أتمنى أن تكون ادخرت شيء على جنب كعادتك، يعني على كل الأحوال، لأنه الأمور ما كتير كتير تعتبر أريح على الصعيد المالي. مولود برج الأسد، اليوم القمر دخل أخيرا، دخل على برجه، عم بيخليه يشعر بالثقة بالنفس، بالتفاؤل، بالفئة بكير. كأنك تهتم بأمور العائلة، كأنك تعتقد أنك على صواب، وربما ما عم أقول لا، هاي الأيام أيام أنت تستعيد مجددا ثقتك بالحياة وتتحسن أمورك، بالذات عاطفياً. الظروف أكثر ودية،
انتبهي انه وجود الزهرة في برج الحمل، زهرة كوكب الحب والارتباط، فموجودة ببرج صديقك الحمل. مولود برج العذراء لسه الامور ما كثير الاريح، ما بعرف، محتاج انه ما تدخل بنقاشات غير مجدية. وعلى سيرة انه التراجع تبع عطارد ابتداء من بكرة، نحن رح يدخل القمر على العذراء، رح يمنحنا أسبوع جيد، نحن معفيين بالمجمل الأسبوع القادم من تأثيرات تراجع عطارد، فبيصل بيصفى عنا أسبوع تاني، يعني اللي هو بين 17-16 و23، هذا الأسبوع اللي رح يكون شوي متعب. بس على كل هاي الأيام انتبه من أنه أنت ما كتير لك خلق على الأخذ والعطاء، يمكن في شي زعجك أو مضايقك أو بعض الأخطاء اللي عم بتصير غير مقصودة، وربما تعيش سوء تفاهم مع الناس اللي حولك. مولود برج الميزان يوم اجتماعي بامتياز، تقبل ودعا دورة جديدة لتباشر علاقات جديدة، عم تنتصر على كل شيء انفعال حواليك، قادر انه ترتب شيء له علاقة بوعود، بنشاطات، بإكمال ما بدأته اجتماعيا. أنا بشوفك عم تحكي مع ناس من برا، سفر، عم تستقبل ضيوف من سفر، يعني يوم على كل فيه لقاءات إيجابية. رغم أنه برج العقرب الشهر بالنسبة له جيد، أنا ما بعتبره أبداً سيء، بس هو هذا الشهر فيه جزء من تعب، هذا اليوم فيه جزء من تعب. هلأ اليومين السابقين كانوا أنا بشوفهم أكثر تعباً، اليوم أقل، بس مع ذلك لسه العقرب الأجواء مو كتير كتير مريحة حواليك، لسه في عندك نوع من أنواع الصدامات المحتملة. كلما تقدم النهار كل ما أمورك أفضل، بس أنا هذا اليوم بالذات بعتبره يوم اللي هيك يعني بقيان على دائرة، ممكن تعصب وممكن بالدقيقة الثانية تفرح، فحاول تكون أهدأ عموماً وخفف أشياء اللي ممكن تحمل نوع من أنواع الصدمات. القوس لأ، الأمور جيدة لك، قادر ترتب أمورك وفق احتياجاتك، على الأقل أنت مميز بإشراقك بحضورك، ما بعرف إذا في هدية، اتصالات، شرح لوجهة نظرك، حدة ذهن، بس الأكيد إنه القوس باشر تحسن، حتى لو هلأ جاي يومين متعبين، يعني بكرة وبعد بكرة ما كتير مرتاح، الحياة وجود عطارد متراجعاً بالجوزاء، أنا برأيي بيعني لك إلك أكثر من العذراء، يعني كونه العذراء والقوس ما كتير مرتاحين هاي الفترات من التراجع، بس أنت بالذات لازم كتير تنتبه على الأقل باليومين الجايين. مولود برج الجدي، الأمور اليوم العلاقة بالمدح، بالتشجيع، بكلمة يمكن تسمعها تفرح قلبك، أو بقصة العلاقة برضا أو بأخبار طيبة. على كل في فرص جميلة بهي الفترات، في قصص مالية يمكن عم تلاقي لها حل، بس للأسف وجود الزهرة في برج الحمل عم بيخليني أعمل لك شوية تحذيرات مهنية، أمورك المهنية بس شوي انتبه عليها، يمكن ما أنا كما تريد، مو لأنه سيئة يعني. مولود برج الدلو، صار لك يومين ثلاثة بكركب، اليوم أفضل بس بكرة رح يكون أفضل بقى، حاول إنه ما تكون نافذ الصبر أو عصبي، طبعاً هي عادتك أبداً ما اشتريتها أنت، إنه أنت دائماً نافذ الصبر، حاول تكون حذر من تصعيد علاقاتك مع الآخرين، وانتبه شوي صحياً. كمان اللي لازم ينتبه صحياً هو مولود برج الحوت، لأنه في تعب على الصعيد المهني، ومولود برج الحوت هيك مهفهف دائماً، دخيلكم لا تتعبوا، فدخيلكم لا تتعبوا اليوم لمولود برج الحوت، يوم عمل كتير، شغل كتير، التزامات مفروضة وعمل متراكم يمكن، وأشياء ما عم تقدر تنفك منها لأنه مطلوبة وفي طلب بالاستعجال، لذلك انتبه شوي صحياً. كل عام وانتم بخير. مولد تسعال، شديد الجاذبية، الفائق الذكاء، اللي يحس بالأشياء قبل وقوعها، حكمه على الآخرين، شديد الصحة، من الأشخاص اللي شديد الثقة بنفسه، من الناس اللي لهم علاقة بالعمل، يجيد كل ما يفعله، والعمل الحقيقة أساس حياته، مع أنه حدا يعطي كل ذي حق حقه، بيته، عمله، أصدقائه، بيعرف كيف يسعد الناس اللي حواليه، يعني ما تكذب عليه، ما تكذب عليه أبداً، لأنه إذا كشف كذبتك فهو سيبعدك بدون ما يغفر لك، حتى سيبعدك عن حياته، بحب الإثارة والتحدي وقوي الإرادة. سنة جيدة جداً خاصة على الصعيد المالي، أنا برأيي الأشهر القادمة جيدة جداً مالياً، في شيء إيجابي ممكن يكون على صعيد علاقاتك، تواصلك، في شيء ممكن يكون مهم وله علاقة بتغييرات، مع أنه أنا بشوف التغييرات الحقيقة آخر 3-4 شهور بالسنة أكثر من هاي الفترات، بس ممكن يكون في تغييرات مالية أو عملية أو حتى بداية جديدة عاطفياً.
يجعل ايامكم سعيده. ومثل ما قلنا رسائلكم على 18 45. ريم عم تسالني، ريم بلشت سنه تحصن. طبعا اذا عم تساليني عن النجاح فانا اعتقد حظوظك مساعده. القصه قد ايه نحن ممكن نبذل جهود بقى لنقدر نستفيد من حظوظنا. ما في شيء اسمه حظ لحاله، في شيء اسمه جهد يترافق مع حظ. هي القصه انت بتعرفيها اعتقد. يعني ابتسام بنت حميده مولده 99، سنه مانا الافضل يا ابتسام، يعني ما بقدر اعتبرها هي سنه حظك، بس بقدر اقول انه هي سنه عم تزرعي فيها شيء جديد. هلا اواخر السنه ممكن تحمل نوع من انواع التغييرات، وهي الفترات ممكن يكون في بدايه عاطفيه جديده بدك للشهر القادم. طبعا يا ابتسام، عبد العزيز عم بيسالني سنه العمل العالميه يا عبد العزيز، الافضل والعمل. هلا ممكن يكون بقى هلا هالثلاث شهور بالذات في قصه عاطفيه، في قصه ماليه تكون جيده، بس انا بشوف تغييراتك هذا العام عمليه وهي الافضل بالنسبه لك بالعمل. بيان عم تسالني مع زوجها، احدى العلاقات الجيده بيان، بس خففي عصبيه، خففي تسرع، كلمتك صريحه اكثر مما يجب، هو حساس اكثر مما يجب، وغالبا هالثلاث شهور حامله تغيير. فعم تساليني عن عقار، وارد جدا، الله يقدم لك فيه خير. حابب تساعدني شي ورد مثلا ولا كمل انا؟ لا بس انا حابب ارجع اتاكد من شغله، انه تراجع عطارد يبدا غدا يستمر الى اخر الشهر تقريبا؟ لا هو يستمر ل 23 في برج الجوزاء. اوكي طيب، بعد 23 سيتراجع في الثور على احلى. نحن لا نحن قلنا احسن احسن، بخف بخف. اوكي بس نرجع، بس هي بيضلها 3 6. نذكر بس اللي عم يتابع لاول مره، تراجع عطارد يعني اعطال كهرباء، يعني موبايلك بيضيع. اسأله وجرب شو صار معي كله، يعني قصدي كل تراجع قصدي دائما حوادث سير بكتر، دائما التراجع هيك للاسف بينكسر شغله مالك متوقع تتعطل مثلا بعيد الشر، في عندك ورقه بمعامله بشي دائره لا تبلش بدايات جديده. للاسف للاسف انت كم مره ضايع موبايلك ومكسور باثناء فترات تراجع قصدي ايه سابقا ايه صايره معي كثير تكسير الموبايلات لا واعطال غساله شلايه من هون برات من هون ولهذا طبيعي على كل الاحوال. الاء الصالح عم تصبح علينا، امورك جيده جدا يا الاء الصالح، المتبقي من السنه ايجابي وجيد جدا، وممكن يكون فيه نوع من انواع التغييرات الايجابيه. هي سنه كثير مهمه من هلا وما بعد، بدك تنسي الشهر الماضي لانه الشهر الماضي كان اصلا يعتبر الأسوأ، ما كان ابدا مريح. هلا اذا انتبهتي تباعا عم بتبلش تترتب الامور وتمشي بطريقه افضل. حسن يعني اذا عم نسال دراسيا يا حسن فامورك جيده وانت شطور، اذا قعدت وركزت على الدراسه تطلع بانجاز، انا واثقه. سعد صباحكم وتضلوا دائما بخير. صباحك يا رب. شكرا لك نجلة على الاخبار اللطيفه من عند الصبح. ايه ايه رح يعطيك الف عافيه. اخبار صار لك زمان ما اجيتي. كنا عم نحكي عن جرة غاز، صرنا بتراجع عطارد يا محلى جرة الغاز يعني. يعطيك الف عافيه نجلة. الله يسعدك يا روحي.